اللي هو كان مديني سالب زاويه كده، سالب 175 لا مش مشكله، سيبك من السالب، سيبك من السالب، خدها بص مش مشكله، اخدها اخدها عادي زي ما هي موجب. خدها خد يعني اعملها بشا قص، اعملها بشا قص مش مشكله. مش هتحصل حاجه، انا كنت فاكر ان انا ممكن ازود عليها زاويه او اعمل حاجه. لا لا ولا تزود ولا حاجه، انا في الامتحان مش هجيبها لك بنجاتيف، ما تقلقش يعني. انت خدها خد يعني اعملها بشهوة زيادة عادية. تمام. سؤال رقم 12 و13 يا دكتور صعبين جدا، يعني لو حضرتك تعرف تبعت لنا الحل بتاعهم حاسس ان بص انا انا النهارده اخر المحاضره دي اللي هي بتاعت الاخطاء دي، هوريكم حل الاسايمنت وهوريكم حل مساله 12 واسيبكم بقى تفكروا في 13. تمام. اسايل المسائل دي بتعتمد على خطوط عمل انت بتعملها، كل واحد بقى حسب خطوط العمل اللي بيعملها. انا هوريكم حل بتاعت 12 بس اخر ما نخلص المحاضره دي. طيب في زوايا اللي احنا بقى بنستنتجها في الكون، الزاويه اللي بنستنتجها دي بتاعت الكون دايما بتعبر عن نص زاويه الكون ولا ممكن تعبر عن نص الكون كله؟ الزاوية، نص الزاوية، لأن القانون إثبات القانونين سواء في الانترنال أو الاكسترنال ده إثبات على نص الزاوية، يعني اللي بتطلع ده هي تضربها في اثنين. تمام. يعني لما أقول لك كون أنجل تاخد بالك إن أنت بتطلعه بالقانون ده نص الكون أنجل، طب أنت بتطلع النتيجة دي تضربها في اثنين. تمام. ولما اجي اعوض بيها في اي قانون اعوض بيها بنص الزاويه، ما اعوضش أيوه بزاويه خلاص، كامله. ما أي قانون بعد كده سواء الديامتر عند الليفل بتاع ام او سواء المينيمم والماكسيمم ديامتر بتوع العادتين بتوع المخروط، انت بتتعامل بنص الزاويه في القانون بتاعك ده مهم تمام جدا. تمام طيب هي زاويه الكون بقى ليها تعريف معين علشان ما نقعدش بس نمسح بدماغنا، ولا هي لا هي اسمها كون انجل زاويه المخروط، ايوه ما بين ايه وايه يعني انا عشان اعرف احددها ما بين مثلا الحدين بتوع المخروط. يا ما بين دكتور وانا بين عملت السطحين النص بتوع بس، المخروط زي انا مثلا عملت النص، مثلا. نعم وانا عملت النص بس يبقى فيها مشكلة؟ لا على حد انت تاخد بالك بس بالك من المطلوب، يعني انت مثلا بقول لك مطلوب هات لي الكون انجل، القانون بتاعك انت محسوب على نص كون انجل، طلع الناس تمام. ضربه في اثنين، مش هتضرب في اثنين هتنقص الدرجه، انما بقيه القوانين ما هي مبنيه كلها على النص كون انجل، بقيه القوانين اللي هي الدامتا عند كل عند الليفل بتاع ام 1 ام 2 او عند الدي مينيم والدي ماكسيم محسوبين كلهم عند النص كون النص كون انجل. تمام. فاهم ازاي؟ انا قصدي يا دكتور في الاساينمنت مثلا عشان اطلع الكون انجل عايز اعرف هي ما بين انهي حتتين بالظبط عشان اعرف اوصل لها، حضرتك فاهمني ماشي. بالظبط. انا هوريكم حل الاسايمنت بس نخلص المحاضره بتاعت الجديده دي وهوريكم حل الاسايمنت. تمام دكتور. ايوه هي الايرور في الساين بار اللي هي الدلتا سيتا بتساوي واحد على ال في السيك سيتا اللي هو القانون الطويل ده، هي ايوه ممكن تطلع ده الدلتا سيتا ده على فكره لازم تعود على اثباته، ده بالتلب طيب ده هي ممكن بالتلب اثباته بتقول ايه؟ هي ممكن تطلع بالنيجاتيف الدلتا سيتا؟ لا ليه؟ عشان انا كنت بحل مساله في الشيت فطلعت بالنيجاتيف لما جيت اعوض يعني بالجيب. هنسأل عنه مساله في الشيت دي ثانيه واحده اشوفها. طيب طيب دكتور لو سمحت، طب ايوه هو في السؤال 12 هي الوحدات بتاعت الار والاتش ايه؟ هو دول بوصه بوصه انش، العلامه طب. الشرطتين دي تبقى علامه بوصه. تمام. مش مشكله ده باي واحده بغض النظر، انت بتحولهاش مش هي كلها بوصه. انا اشتغلت كده فعلا. خلاص مش مشكله بس العلامه دي علامه بوصه. علامه بوصه. تمام شكرا دكتور. نبدا ولا لسه بنستنى الناس؟ غلطت وصلنا حوالي 39 واحد. ممكن نبدا دلوقتي يا دكتور. طيب هنفتح المحاضره بس الاخر كان عايز الويك اب ده اعمله له ازاي الويك اب ده؟ اسامه انا ممكن اعمل ويك اب من عندي. خلاص ما هو الفكره مش برضه مشكله، هناخد وقت هو انا دلوقتي دورت عليه بس مش لاقي الطريقه دلوقتي، فخلاص هو قالوا هيرفعه على اليوتيوب. طيب ماشي خلاص دلوقتي انا هفتح المحاضره اهي بتاعت ال طبعا المحاضره دي محاضره صغيره بس مهمه يعني عشان بتعلمك ازاي تستخدم ادوات القياس صح وازاي ما تقراش بقى غلط يعني. تمام. ادي
المحاضره اهي. طبعا احنا بنصنف الاخطاء لنوعين، اخطاء ممكن تحشاها تمام، واخطاء ما لاش تحشاها. اخطاء ممكن تحشاها يعني لما بتحتاج بس شويه نوع من الصبر كده والتركيز مش هتغلط تمام. اول حاجه بنسميها ميس فيدنج. ميس فيدنج انت بتقرا غلط، تيجي من الشخص نفسه تمام. يعني مثلا مثال انا رسمه لك قدامك ده، ادي ادمه مفتوحه اهي، الزيرو اس اهو والزيرو في اهو تمام. ولو عديت الشرط اللي بعد الزيرو في شرط الطباق الصح هم سبعه، ما تعدش الزيرو في هتلاقيهم سبعه. واحد طبعا عدى باستعجال لا الصح اسف سته، لما عدى غلط عدى سبعه او عدى الزيرو في معاه، دي غلطه تمام. او ما ياخدش باله مثلا من القيمتين اللي فوق اللي بينهم، اللي بين الشرطتين فوق حوالين الزيرو في، زي المثال ده اهوت مثلا. يعني بص كده هقفل المحاضره دي وافتح لك الصوره دي، الصوره اللي انا هبعتها لكم ديت اللي فيها خطا في ادمه دي اصلا على النت موجوده الصوره دي، شايفين الصوره دي؟ لو بصيت هتلاقي ايه؟ بعد ال 20 في واحد في شرطتين، والشرطه الثالثه الحمراء دي اصلا 23 مش 22. شايفينها؟ تمام يا دكتور. دي جايه على النت كده جاهزه. ده نوع اسمه ميس فيدنج ايرور، ان انت ما بتاخدش بالك من الشرط اللي فوق اللي ما بين اللي حوالين الزيرو في، او انك تعد غلط ترتيب الشرطه مطبق. ده خطا بيعتمد على الشخص نفسه تمام. نيجي بعد كده نرجع للمحاضره. الخطا الثاني بقى اللي احنا بنسميه خطا عدم المحاذاه، ده بيجي في كذا مثال. اول مثال مثلا ما يكون عندك عينات طويله قوي رفيعه ومثبتها بين فكين الادمه، ومثبتها تحت خالص عند جزء الفكين تمام. طبعا لما تكون عينه رفيعه قوي طويله صعب جدا تحقق تتاكد من الباراليزم ما بين العينه وسطح ايه المسطره تمام. وبالتالي يفضل ان انت لما تكون عينات طويله كده رفيعه، كل ما تقرب من بطن المسطره كل ما تقدر تشوف بعينيك التوازي تمام. ده حاجه. الحاجه الثانيه مثلا الدال انديكيتور دوت اللي هو العداد ده اللي احنا استخدمناه في الساين بورد واللي انتم شفتوه في معمل الارتباط في الجامعه البني، ده عباره عن بلانجر كده اهو بيتحرك حركه راسيه، بيحرك ايه عقرب في عن طريق مجموعه تروس تمام. لو انت مثلا بتقيس عينه زي الورك بيس زيك عايز تقيس السيكس بتاعتها، كل اللي بتعمله انت بترفع البلانجر دوت وتعدي الورك بيس وتنزل. طبعا انت الاول بتكون مصفره وحاطه على الصفر، هيتحرك العقرب مسافه معينه، بتضرب قيمه الديفيجن 1 من 100 مللي في عدد الديفيجن، تعرف انت ايه الدخانه دي قد ايه. الوضع الصح ان انت تحط بلانجر كده في وضع عمودي، شفت المحور بتاعه عمودي على العينه. طبعا الوضع الغلط لو انت حطيته بميل كده تمام، لو انت حطيته بميل فهو بيقيس التخانه او السيكس في اتجاه المحور بتاعه، وبالتالي بيقيس السيكس بميل، ده بنسميه عدم محاذاه. مفهومه؟ تمام تمام يا دكتور. النوع الثالث اللي احنا بنسميه باراداكس ايرور، ده الخطا اللي بيجي مثلا لما ايه ثلاثه يقفوا جنب بعض مثلا يبقوا ادمه تمام. اللي في النص هيشوف ترتيب الطبق، ترتيب شرطه مطبقه غير اللي على اليمين غير على الشمال تمام. ده لما بتيجي تقرا اي ادمه كل واحد يقراها لوحده، او لما تكون مثلا واقف عند بقال مثلا بتبص على ميزان عنده، لما تكون عينيك قصاد الميزان على طول غير لما تكون انت واقف بجنب بتبص على الميزان، هتشوف شرطه هتشوف العقرب واقف عند علامه مختلفه ثانيه خالص غير لو انت واقف قصاد الميزان بالظبط. يبقى بنقول باراكس ان ويتش ذا لاين اوف سايت is not perpendicular to the instrument scale، خط الوقايه بتاعك ما هوش عمودي على السكيل بتاعك. عشان كده دايما بنقول لما تيجي تقرا ادمه كل واحد يقرا لوحده، محدش يدي ما فيهوش مجموعه مع بعض يقرا ادمه. معلش يا دكتور تاني اسم الايرور ايه؟ بارالاكس اي ار اي دبل ال اي اكس، اسمه بارالاكس ايرور تمام. لو بيجي نتيجه ان خط الوقايه ما هوش متعامد على السكيل اللي انت بتقرا عليه تمام. النوع الثالث برضه ما زلنا احنا في التصنيف الاولاني، لا احنا بنسميه نتيجه ايه؟ الظروف الجويه امبيانت تمبريتشر. بنقول دايما الناس بتوع المواصفات القياسيه قال لك دايما معمل الميتولوجي لازم يكون معمل مكيف درجه حرارته 20 درجه مئويه او 28 فهرنهايت. لا اما لو انت مش مكيف ودرجه حراره عاليه مثلا زي في دوله زي دول الخليج مثلا توصل 50 60 درجه في الصيف، ممكن يحصل اي سيرم اكسبانشن لو عينه انت سايبها في المعمل وبتقسها بعد فتره تمام. وبالتالي بنقول اذروايز ويل بي سيرمال اكسبانشن، سيرمال اكسبانشن يعني تمدد حراري بمسافه بنسميها دلتا ال. يبقى انت لو عندك عينه طولها ال
مثلا عملتها على المخرطه وسبتها فتره مثلا في معمل الميتولوجي وعارف طولها اصلا تعامل على المخرطه قد كده وسبتها في معمل الميتولوجي فتره طويله وجيت بعد كده تقيسها هتلاقي في دلتا ال تمام بتحصل جاي منين ده جاي من المعادله دهيت دي حاجه في الجماعه بتوع الهيت ترانسفير بيعرفوها يعني اللي هي الطول الاصلي بتاعك في حاجه بنسميها معامل التمدد الطولي دي وحدتها بتبقى درجه مئويه ناقص واحد في فرق درجتها ما بين درجه الحراره انت واقف فيها في المعمل ودرجه حراره الستاندرد اللي هي ايه 20 درجه تمام يبقى ده طبعا لو انت مكيف المعمل ممكن تتحقق الخطا ده الخطا الثالث الخطا الرابع دكتور معلش دكتور معلش ثاني معلش التي اس ده اللي هو الستاندرد بتاعي الستاندرد هو الريفرنس بتاع ال 20 درجه والتي ايه اللي هي لو انت حاطط الترمومتر في المعمل تمام يعني طب ممكن الرقم ده اقل انا 50 درجه تمام يبقى فرق الاثنين هو ال 30 ده في معامل التمدد الطولي الفا في الطول اللي هو كان المفروض يكون على العينه انا قصدي الدلتا ال دي ممكن تبقى بسالب بعد كده نعم لو التمبريتشر اللي انا في الاوضه فيها اقل من 20 كده الدلتا ال هتبقى بسالب بسالب ممكن يحصل انكماش ممكن تعمل اكسبانشن او تعمل كونتراكشن يحصل انكماش تمام النوع الاخير بقى اللي احنا بنسميه الاستيك ديفورميشن بص بقى الشكلين اللي قدامك دول الشكل ايه ده هو عباره عن فكين ماي كونتر ما بين الانفل والسبندل وعينه ايه مقطعها او الكروس سكشن بتاعها عريض وعينه الثانيه اللي بيه دهيت عباره عن كوره مثلا والكونتر بتاعك نقطه طب في الحاله ايه انت تمام تيجي بتقفل ماي كونتر سطحين الفكين ماي كونتر بيعملوا فورس على العينه وبالتالي في رياكشن عشان العينه الفورس اللي هي لما تكون العينه الكروس سكشن بتاعها كبير هتقدر تقاوم ايه الفورس اللي عليها تمام وبالتالي ما فيش ريسك في الديفورميشن انما تعالى الحاله بي ده هي الكونتاكت بتاعك نقطه تمام ففي ريسك ان يحصل ديفورميشن العينه دي ذات لو تبقى العينه دي سوفت او انت مثلا بتقيس كره من السفنج او كره مثلا من الكوره ضعيفه بس عامل بفكين ما كنت تقوم ايه متطبقه تمام هيحصل لها ريسك ديفورميشن وبالتالي بنقول ايه بقى نقرا الكلام مع بعض ان كيس ايز ذا كونتاكت اريا بتوين ذا ورك بيس اند ذا جوز اوف ماي كونتر ار لارج انف كبير قوي ذات ذا ويل نوت بي ديفورميشن ذا ورك بيس مش هيحصل ايه اي ديفورميشن العينه انما تعال الحاله بي الكونتاكت اريا بتوين ورك بيس والجوز اوف ماي كونتر از ا بوينت وبالتالي في ريسك ان يحصل ديفورميشن اوف ورك بيس اف ذا ورك بيس از سوفت زي ايه رابع ويز لوك دنستري لما حاجه اسفنج او كاوتش مثلا بكثافه ايه ضعيفه طب عشان تتحاشى حاجه زي كده تمام بتعمل ايه؟ بتجيب العين تحطها على لوح ازازه الميكروسكوب تمام؟ وبتشوف من عدسة الميكروسكوب بتشوف كده شعره قدامك بتحرك التيب تحت الميكروسكوب تخلي الشعره دي تمس دكتور الشغل من الجنب الشمال تحرك التيب وترجع الشعره اللي بتمس من الجنب دكتور مين معايا؟ معلش يا دكتور من الاول أيوه. من الاول تاني معايا في ال عشان اتفادى الخطا ده اعمل ايه بنقول لك بنحط العينه على قاعده ميكروسكوب تمام بحط البول دهيت اذا كانت حاجه سفنج او كاوتش بحطها على الميكروسكوب الميكروسكوب ده فكرته ان انت بتبص في عدسه كده تمام بتلاقي شعره قدامك بتحرك التيبل بتاع الميكروسكوب تخلي الشعره ده هي تانجنت للبول الناحيه بعدين تحرك التيبل تنقل الشعره تانجنت الناحيه الثانيه التيبل دي بتتحرك على سكيل زي الميكرومتر كده على جنب البكره على جنب يبقى انت عرفت حركه الشعره قد ايه لمين وشمال من تانجنت من اليمين تانجنت للناحيه الثانيه تقدر تطلع ايه الكوت بتاع البول من غير ما ايه من غير ما تحمل بيها على الميكرومتر ولا حاجه فهمت؟ تمام طيب. نيجي بقى اخر النوع الثاني بقى اللي هو الاخطاء اللي ما اقدرش اتحاشاها اللي احنا بنسميه ايرور كانوت بي اليمينيت وده ايه حاجه بتتفرض عليك اول حاجه سكيل ايرور ان انت يجي لك مثلا اداه القياس السكيل مش منتظم يعني المسافه بين شفطتين متتاليتين مره ضيقه مره واسعه زي بالظبط لما تجيب مصنع بلاستيك كده حاجه صيني بقى مصنعه ايه بير السلم تمام طبعا دي عشان تشتغل بيها هتضطر بقى تلغي السكيل ده خالص تغطيه تعمل سكيل جديد تعمل انت كاليبريشن تمام وتحط مثلا حاجه ستاندر بلوك جيج وتقعد تعلم علامات بيها يبقى احسن مش هتنفع يعني الحاجه الثانيه بقى الريدنج ايرور اللي هو الخطا اللي يجي خطا في الاداء بس مش خطا من الشخص نفسه خطا من تصميم الاداه القياس نفسها زي ايه مثلا تعال بص الرسمتين دول وجهتين بتوع ميزان تمام ميزان عند البقال مثلا بص الطرف الشمال ده اهو الرسمه على الشمال ادي البوينتر بتاعك العقرب تمام الجزء بتاعه ايه ديسنو فاير
انما العلامات اللي على الميزان نفسها العلامات عريضه. طب انت هنا هتحدد الريفرنس بتاعك فين، هل في نص العلامه ولا اولها ولا اخرها. تعال في الرسمه الثانيه، العقرب هنا من تيب سطح ايه مفتوح ما فيهوش جزء رفيع، انما العلامات رفيعه نفس الكلام. هل هتنسب عند هتخلي العلامه عند بدايه البطح ولا في اخر ولا في نص البطح؟ تمام. وبالتالي ده اللي احنا بنسميه ايه ريدنج ايرور، نتيجه ايه تصميم الاداه القياس نفسها، انما مش خطا من الشخص نفسه. بس ده كل الشابتر كله، مفيش اكتر من كده. في اي اسئله فيه؟ لا تمام يا دكتور. لا تمام. تمام. هقفل ده عشان هفتح ايه المساله بتاعه الاساينمنت. تمام، بعدين نشوف ايه بقيه مسائل الشيت مع بعض. هذه مسألة الاسايمنت اهي شايفينها؟ واضحة قدامكم؟ اه ايوه واضحة. بص انا عندي البول الصغيرة دهيت كانت على ارتفاع اتش 2 تمام؟ والبول الكبيرة دي كانت ارتفاع اتش 1. وهسمي الريديس بتاع البول الصغيرة دهيت ار 2 ولسه البول الكبيرة دي ار ايه 1 تمام؟ طيب لو انا وصلت من شايف السنتر بتاع البول الصغير ده؟ هنزل موازي لجسم المخروط. معايا؟ تمام يا دكتور. طيب سلام. قبل خط العمل ده انا كنت قلت لكم ايه في المسائل دي؟ اول حاجه تفكر فيها ايه؟ انك دايما تستفيد من نقطه السنتر ونقطه التماس. ده اللي انا عملته، من النقطه من السنتر البول الصغيره نزلت لنقطه التماس، ومن البول الكبيره من السنتر بتاعها نزلت لنقطه التماس، اتخلاها لي ايه؟ زاويه قائمه هنا وزاويه قائمه هنا. تمام؟ هاجي من نقطه ايه هو السنتر بتاع البول الصغير، هنزل موازي جسم مخروط. طيب اذا كان ده كله ار 2 وده كله ار 1 يبقى الفرق الصغير ده قد ايه؟ ار 2 ار 1 ناقص ار 2. تمام. تعالى بقى لو وصلت من السنتر بتاع البول الصغير السنتر بول الكبيره، المجموع ده كله كام؟ ار 1 زائد ار 2. عظيم. تمام. طيب بص بقى، خد معايا المثلث، بس انا هحاول اكبر الصوره دي شويه كده عشان تشوفوها. ايوه. بص بقى الصوره كده واضحه اكتر. لو انا جيت نزلت خدت مثلث اي بي سي ده شايفينه؟ الزاويه دهيت هسميها سيتا، ساوية بي اي سي زاوية سيتا دهيت. تمام؟ المثلث ده قائم في زاوية بي، يبقى ساين سي طبعا ايه؟ ار 1 بي سي على اي سي. ساين سيتا بي سي على اي سي، المقابل على المجاور. تمام. تمام؟ المقابل على الوتر، يبقى ادي المقابل ار 1 ناقص ار 2 على الوتر ار 1 زائد ار 2، هسمي المعادله دي 1. معايا؟ تمام. طيب تعالى بقى من نفس النقطة، من نقطة A دي بتاعت السنتر البول الصغيرة، همشي بخط أفقي كده يتقابل مع من نقطة C خط رأسي يقفل لي إيه الضلع ده عند نقطة D. معايا؟ تمام. بص بقى، من نقطة C هاخد موازي لجسم المخروط، يعني الخط ده EC و AB ونقطة التماس دهيت، التلاتة دول موازيين لبعض. يبقى هلاقي زاوية سيتا دهيت هي نفسها زاوية سيتا دهيت بالتبادل. صح؟ تمام. معلش معايا. زاوية سيتا دي اللي حسبناها هي نفسها زاوية سيتا دي بالتبادل. تمام. والزاوية اللي هي اي، بص بقى، لما عملت موازي من سي لجسم مخروط قفل لي مع نقطة اي فوق اهي. خد بالك نقطة اي دي مش على الدايرة، دي بعيدة عن الدايرة خالص. تمام. الخط ده موازي جسم المخروط، اصبحت الزاويه اللي انا متقلها دي اللي مسميها انا الفا دي هي نص زاويه المخروط. تمام. هي نص ايه زاويه المخروط دي اللي انا عايزها. طيب تعالى مثلث اي دي سي ده اهو، المثلث هو فيه ضلع افقي اي دي، ضلع راس اي دي، وضلع اي سي اللي هو مجموع الريديوس. الزاويه دي كلها اسمها ايه؟ هسميها فاي، اللي هي اي سي دي، عباره عن ايه؟ كوساين فاي ده عباره عن سي دي على اي سي. طب تعالى بقى معايا بص على سي دي، ادي سي دي اهي، هجيبها ازاي؟ ام ناقص ان.
ايوه سي دي عباره عن المسافه دي كلها كل ده من فوق خالص لغايه سي متشال منه المسافه دي كلها من فوق خالص لغايه اي دي. طب المسافه دي كلها ايه؟ اتش 1 زائد ار 1 وانا اتش 1 زائد ايه؟ ار 1 هشيل منها اتش 2 زائد ايه؟ ار 2 ايوه ادي اهو ويبقى دي المعادله الثانيه يبقى اصبحت الفا هي فرق ايه؟ نص كون النص المخبوط عباره ايه؟ فاي كلها ناقص ايه؟ سيتا يبقى كوساين ماينس 1 بتاعت الفاي دي هيك وساين ماينس 1 بتاعت ايه؟ السيتا دي معادله ايه؟ الفا. طيب يا دكتور انا لو وقفت لحد هنا ما ضربتش في 2 هنقص؟ نفس الفكره برضه يعني الناتج ما ضربتوش في 2 مش مشكله خلاص تمام اهم حاجه بس تعرف توصل الاثبات ده تمام فهمت الفكره؟ بس زي ما قلت لك كل المسائل دي بتعتمد اساسا على رسم النظافه. اول حاجه تستفيد بيها نقطه السنتر بتاع البول والمماس تخلي زاويه قايمه بعد كده بقى تعمل خطوط عمل ثانيه تدخل الزوايا دي في مثلثات. دكتور اي مساله كده مفهوم؟ تمام. دلوقتي انا هوريكم حل المساله 12 دكتور هشرحها لكم انا هبعته لكم يعني دكتور لو سمحت اقفل دهوت. حد عايز حاجه من دي؟ هو انا دكتور جبت الزاويه مع الافقي عادي ولا نعم؟ جبت الزاويه مع الافقي الزاويه مع يعني ايه مع الافقي؟ مع الخط الافقي يعني حضرتك جايبها مع الراسي الفا يعني جبت 90 ناقص الزاويه اللي حضرتك جايبها دي. انت معاك في الاساينمنت؟ اه خلاص هشوفها. انت اسمك ايه عشان بس ابقى اشوفها؟ فكرني باسمك. كريم عبد الجليل. كريم مين؟ كريم محمد. كريم محمد خلاص هشوف الحل بتاعك يا كريم. دكتور لو سمحت. ها هو انا طلعت برضك الزاويه زي ما حضرتك مطلعها كده بس انا كنت مستخدم خطوط عمل مختلفه شويه. مش مشكله ما انا بقولك كل المسائل دي ملهاش خط عمل ثابت. بس اهم حاجه تفكر فيها دايما اول حاجه السنتر ونقطه التماس. بعد كده اي خطوط عمل ثانيه ممكن تعملها زي ما انت عايز. تمام يا دكتور. تعالى بقى نشوف مساله 12 في الشيت هقفل دهيه. دكتور. ايوه. ممكن حل مساله رقم 10 معلش؟ طيب هنفتح الشعاع اول بس اشوف 12 بعدين هقول لكم على 10 شوف بس اول 12 هذه مسألة 12 اهي تمام. لو فاكرين كانت عبارة عن ايه؟ كان عندك بول اهي تمام. البول دي كانت غطسة في حفرة فيها زاوية قايمة اهو والحفرة دي فيها ضلع بتميل على الرأسي بزاوية الفا كان مدالك 20 درجة مش كده؟ معلش معايا؟ معايا كده يا دكتور. وكان مديك الارتفاع اتش ده هو كان جيفن والريديوس بتاع البول ده كان جيفن عايز فتحة الحفرة دي كلها ال تمام. بص انا عملت ايه بقى هكبر الصوره شويه بص ما عملت ايه نزلت من السنتر بتاع البول هنا عمود اليمين وشمال شايفين عمود لو على الضلع الصغير بتاع الحفره وعلى الضلع الكبير طلع لي ايه زاويه قايمه عند نزلت بيه عند نقطه التماس فطلع لي ايه المربع اللي انت شايفه ده تمام شايفين المربع ده اه طيب كل ضلع فيه بيساوي ار مش كده والار دي معلومه تمام طيب تعالى بقى من السنتر بتاع البول مشيت بخط افقي اللي هو الخط اللي انا عامله ده قطع الضلع المايل بتاع الحفره في نقطه وقطع الضلع الثاني الكبير في نقطه هنا ولقيت على النقطتين طلعت بخط راسي هنا وخط راسي الناحيه الثانيه تمام شايفين معايا؟ ايوه
عيد تاني ولا شايفين؟ شايفينه. أنا بس شايفينه. هو لما نزلت بعمودي يمين وشمال الزاوية اللي ما بينهم دي عمودي برضو؟ يعني الزاوية اللي في اللي تحت خالص دي. نعم. دي الزاوية اللي تحت خالص دي اللي ما بين السطحين دي دي زاوية 90؟ اللي هي بين السطحين دول؟ اه. ايوه دي 90 درجة. تمام هي جيفن يعني؟ الزاوية دي 90 اللي هي ما بين ضلعين الحفرة دول. اه هي جيفن يا باشمهندس. تمام؟ تمام. طيب. بص معايا بقى. هنا لما طلعت بالنقطة دي بخط راسي فوق تمام؟ وقفلت ايه؟ بالضلع ده هو. وفي نفس الوقت من النقطة دي بخط راسي فوق قفلت بالضلع ده. أصبح الـL ده عبارة عن ايه؟ مجموعة أربع أضلاع. الضلع الصغير ايه ده هو؟ الضلع بي ده هو؟ الضلع سي ده هو؟ الضلع دي ده هو؟ شايفينه؟ تمام. شايفين مجموع الـL؟ هذا. عبارة عن ايه زائد بي زائد سي. تعالى ايه بقى؟ هاخد المثلث الصغير ده. اللي انا بتحرك بيه بالماوس حواليه ده رسمته على جنب الضلع اهو الزاويه دي هي الفا هنا اهو اصبحت بالتبادل اللي هو الفا والضلع الراسي عباره عن ايه؟ كل ده ار ناقص اتش يبقى عندك علاقه بين التان الزاويه والاي والار ناقص اتش معلومين انا اطلع ايه؟ الاي تعالى الضلع بي هو ده المثلث ده هو اللي هو من السنتر دي نقطه التماس العمودي مع الضلع دهوت واهو نفس الكلام الزاويه دي هتلاقيها بتساوي الفا وعندك الريديوس ار اطلع بي تعالى الضلع المثلث الثالث اللي هو فيه سي والريديوس والزاويه القائمه اهي ودي الفا تمام اخد المثلث ده هطلع سي بدلاله الار والالفا ادي اهي تعالى بقى للضلع الاخير المثلث الاخير ادي دي اهي وادي المسافه الوسطيه دي ار ناقص اتش وادي الزاويه دي الفا اطلع دي اجمع الاربعه مع بعض يطلع لك ايه؟ يطلع لك ايه؟ فاهمك؟ فاهم زي برضه ما قلت لك اول اول اهم حاجه تستفيد بيها السنتر ونقطه التماس بعد كده اي خطوط عمل ثانيه ممكن تعملها يعني الحل ده ما هوش وحيد ممكن هيجيبها بطريقه ثانيه مفهوم؟ تمام يا دكتور تمام بس يا دكتور معلش يا دكتور هو ممكن احل بالانش عادي مش لازم احول صح؟ لا اه اشتغل بالانش مش مشكله طالما تمام اول اتش بالانش ماشي المساله كلها بالانش مش مشكله تمام زي الفل في ايه تاني في الشيت عايزين تشوفوه؟ دكتور السؤال 9 و10 مساله 10؟ اه 9 طب هفتح الشيت هطلع على الشيت ونفتحه ونشوفه مع بعض مالها 10 نهاية دي مسألة هي فيها لفة طويلة شوية فيها ترايل اند ايرور إن أنت لما تيجي تحل المسألة دي هو مديك الخطأ بتاعك دلتا سيتا 15 ثانية طبعا تحول دهوت لميديان يعني تقسم الأول على 3600 تمام ودي الغلطة ممكن اللي غلط فيها زميلك بيقول طلعت بالنيجاتيف اقسم الزاوية دي على 3600 حولها الأول ديجري بعدين اضربها في باي على 180 حولها ميديان تمام هتساوي 1 على ال الطرف اليمين في 6 سيتا دلتا ال بديها لك انا دلتا اتش اسف ب 2 من 1000 وبعدين ناقص 10 سيتا الناقص في الناقص مع دلتا ال هيبقى بوستيف ب 10 سيتا هتبص هتلاقي المعادله دي عشان تحلها فيها سيك وتيرن تمام؟ طبعا عشان تحل المعادله دي هتاخد منك وقت كتير في الامتحان طبعا انتوا عارفين في حساب مثلثات في علاقات ما بين سيك تربيع وتان تربيع ساين تربيع كوساين تربيع يعني انت ممكن تحول السيك والتان دي تحولها لمعادله في ساين كوساين تمام بس طبعا ده هتاخد منك وقت كتير وهتاخد منك ورق كتير في الامتحان فانت عشان تحل حاجه زي كده بتعمل ايه بتلم كل السواد السواد بتحطها في الطرف الشمال تمام وبعدين بتفرض اي قيمه سيتا في الطرف اليمين تقعد تبدا باي قيمه ابدا مثلا ب 10 تمام واحسب الحسبه هتلاقي نفسك بعيد عن الطرف الشمال زود خليها 20 وهكذا لغايه ما توصل لقيمتين للسيتا مره تديك قيمه اقل من الطرف الشمال وقيمه اعلى من الطرف الشمال بتعمل بينهم انتابوليشن
لو عملت الكلام ده هو هتطلع الزاويه دي تقريبا في حدود 45 او 46 درجه. فاهمين اللي انا بقوله؟ تمام يا دكتور. طب يا دكتور طب ما ده كده الحل ده مش واقعي يعني. لا هو لو مش غلط هو مش غلط. انت كل خد بالك الانتربوليشن كل ما تضيق انت مثلا لو ماشي كل ما بين ال 40 و 50 هتلاقي قيمه اعلى من الطرف الشمال وقيمه اقل. تعالى بقى اتسلى بقى لو معاك وقت الامتحان اقعد دايما بين ال 40 و 50 خدها 44 خدها 42 48 43 47 لغايه تلاقي نفسك عمال بتقرب قوي. تمام؟ انما مش غلط. ليه؟ عشان انت لو حاولت تحلها في معادله في الدرجه الثانيه احتمال تغلط في فك المعادله وهتاخد منك صفحتين ثلاثه على الاقل. طبعا دكتور انا حليتها بطريقه ثانيه معلش. انت ممكن تحلها بالاله الحاسبه، في اله حاسبه ممكن تدخل المعادله تطلعها لك على طول. ما انا عملت كده. اله حاسبه بتحسب لك السيك والتان، ممكن تدخل المعادله تطلع لك على طول السيت. مفيش مشكله. ما انا طبقت اللي حضرتك بتقوله دلوقتي يا دكتور في الاله الحاسبه. فطلع لي زاويه كبيره جدا يعني قيمتها 82529. لا 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 اكيد في حاجه غلط يا ابني. اصل انا حللها مساله ايدي. هقول لحضرتك حللها المساله دي. انا حللها المساله دي. اهم حاجه بس انت اظبط خد بالك بس معايا. اظبط وحداتك يمين وشمال، يعني انت خد بالك الطرف الشمال ده تقسيطها مدوا لك بالسجن. تمام؟ ظبطتها. لازم تظبطه راديان. لازم تظبطه راديان. لازم دلتا سيتا تبقى بالراديان. فاهم قصدي؟ ما ينفعش اخليها بالسكند واحل على اساس انها يبقى تخلي الطرف اليمين في السجن. ما انا عملت كده. لازم الطرفين يبقوا زي نفس الوحده، يا سجن مع سجن يا ميديم مع ميديم. تمام، ما انا ظبطتها كده وبعد كده رحت الزاويه اللي طلعت لي على الاله الحاسبه رحت قاسمها على 360 عشان هي مضاعفات ال 360 بتلف بعديها. لا 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 يا ابني، الزاويه يا ابني هتطلع في حدود حاجه و40 درجه. ماشي، ما هو الزاويه طلعت لي. هقول لحضرتك انا الزاويه طلعت معايا 229 نقصت منها ال 180 طلعت الزاويه 49. لا 49 برضه عالي، مش هتوصل 49. ما طلعت معايا 47 يا دكتور. انا طلعت معايا 47 يا دكتور. تقريبا في حدود 47 تقريبا 46 وشويه. تمام ماشي. طب انت عايزين بقى اشوف مساله 9؟ 9 بي يا دكتور. عايزين نسال في حاجه في الصفحه دي؟ المسألة دي فيها مشكلة في جواب بعض ده؟ لسه هو يا دكتور لو ينفع تحلها لنا تمام فنقول لا. ماشي؟ طب نشوف مسألة الصفحة اللي قبل دي؟ مسألة في كله 9؟ اه رقم بي دلتا بي. طب نشوف 9 اللي هي هتبقى صفحة 20. ثواني كده مثال انا بعتها لكم قبل كده. اه مال 9 بقى دكتور دلتا سيتا مساله 9 معايا؟ اه معاك. مساله 9 خد بالك هو مديك الخطا دلتا ال ودلتا اتش بزاويه زائد ونقص. تمام؟ وطالب منك الماكسيمم ايرور. طب انت لما تيجي تكتب معادله بتقول ايه؟ بتقول دلتا سيتا بتساوي 1 على ال 6 تفتح قوس 6 سيتا دلتا اتش ناقص 6 دلتا ال. طيب دلوقتي انت هتتعامل ازاي مع الاشارات بتاع دلتا ال ودلتا اتش اللي هم بزاد وناقص في المعادله؟ هتتعامل ازاي بيهم؟ عشان احنا كده مش عارف اتخيله قوي يعني لو في امكانيه. بتقول ايه؟ تفتح الحل قدامنا يعني. لا الحل مش قدامي بس لا انا بسال عادي. مش يعني ناخد الاشارات اللي طلع لي اكبر مجموعه. تاخد الاشارات ايه؟ يعني اخد الدلتا اتش بالموجب واخد الدلتا ال السالب على السالب مع السالب الجمع بس. ايوه الكلام ده مظبوط. او العكس هو عايز ماكسيم يعني ايه؟ يعني ماكسيم بوزيتيف او ماكسيم نيجاتيف. يعني كان التيمين دول مجموعين على بعض بوزيتيف او مجموعين على بعض نيجاتيف. اه كده تمام. فاهم قصدي؟ يبقى انت كانك بتخلي الاشاره جوه القوس زائد وتاخد القيم ايه؟ ابسوليوت. وتاخد مشترك بره في المعادله زائد ونقص. فهمت قصدي؟ اه يعني ده المقصود بيها ان انت تيمين مجموعين على بعض نيجاتيف يعني مجموعين على بعض بوزيتيف. ده المقصود بيه. ده لما يديك الخطا بزاد ونقص. لما اداك الخطا قيم مطلقه كده كل واحد له وحدته خلاص هتعوض عادي في المعادله. يعني يا دكتور ناخد الاثنين بوزيتيف ناخد الاثنين نيجاتيف؟ لا مش
يعني واحد الواحد بوزيتيف والثاني نيجاتيف، يعني بقول لك اجمع التيمين مع بعض جوه القوس مجموعين على بعض، يعني مجموعين على بعض نيجاتيف مجموعين على بعض بوزيتيف. تمام ماشي، ده يعتبر ماكسيم ايرور، مفهوم؟ تمام. انا بس عايز ابص على المساله اللي هي مسألة 8 شايفينها؟ مسألة المخطوطة على أوسال كون دي معاش معايا؟ دكتور حضر انتوا فاهمين الجملة اللي بيقول لك distance over rollers measured at two axial position 40 ملم apart او 32 ملي عند 35 ملي اسبكتيفلي. ايوه الجمله دي معناها ايه؟ ان الاتش مثلا ب 40 تمام، مثلا القطر اللي هو الرولرز من بره 40 ومن الاكسس 35 ومن داخل 32. لا بص بقى عشان نفهم الجمله دي كويس قوي، دلوقتي انت لما بتيجي تقفل بتيجي تعمل التجربه دي عملي وتقفل بايه؟ فكين الميكرومتر على التورولر تمام؟ الفكين بيمسوا التورولر، نقط التماس دي بتعدي بايه؟ بتعدي بالسنتر مش كده بتاع الولر صح؟ نقط تماس الفكين داير بتعدي بايه؟ بالسنتر. معاش معايا؟ معاك تمام يا دكتور اتفضل. طيب هو بيقول لك ديستانس اوفر رولرز ميجر distance over rollers يعني ايه؟ الديستانس بتاع فتحتين الميكرومتر في الوضع التحتاني والفوقاني اوفر رولرز بما فيهم التو رولرز تمام؟ at two axial position. المحور التحتاني عند ام واحد ده axial position الاولاني. معناها ان انت ممكن تكون بادئ التجربه من تحت خالص واخد اتش 40 مللي في الوضع الثاني. او واخد تحت اتش 1 10 وفوق 50 مللي، او تحت 20 فوق 60 مللي. يبقى في فرق دايما ايه؟ 40 مللي، ده المقصود بيه. تمام. فهمت؟ تمام. يبقى يعني ممكن اي حد يحل التجربه دي المساله دي بطريقتين، يا اما يعتبر تحت خالص مفيش هنا مفيش سيب جيج وحاطط 40 مللي في الوضع الفوقاني، او حاطط تحت 10 وفوق 50، حاطط 20 فوق 60، دايما في دلتا اتش ايه 40 مللي. يبقى ال 40 مللي دي احنا هنسميها بقى دلتا اتش تمام؟ والام 200 هم 32 35، المساله بعد كده سهله ما فيهاش حاجه. يا دكتور افرض اي اتنين جيج لينس انا حاططهم اي حاجه خلاص هتفهم. المهم الفرق 40 المطلوبين بتوع المساله في الاخر سواء يكون انجل او يكون دامتر ما لهمش علاقه بالظبط، هو وضع في الاثنين تمام. هو هتفرق امتى بقى؟ لو كان طالب منك الماكسيمم والمينيمم دامتر لازم اقول لك بقى التجربه باديه تحت من غير ولا باديه تحت بلوك جيج ومن غير بلوك جيج. تمام ده المقصود هنا بكلمه ايه؟ اكسل بوزيشن. بس ايه تاني؟ دكتور لو سمحت مسألة 2 سي 2 سي اللي هي فيها الفك المايل دي؟ ايوه ما احنا قبل شرحناها قبل كده. استنى افتح لك المحاضرة بتاعتها. ماشي دكتور، هو يبقى في مشكله دكتور حضرتك الحل ده يترفع عنه حل اللي هو الحل اللي بقى مع حضرتك اللي هو بتاع المسائل؟ ما انا لو فات الحل مش هزكوا انتوا حاجه. لا ما هو الفكره عشان ايه؟ بس بعد ما نخلص والله بعد ما نحل المساله ما بقاش عارف انا حليتها صح ولا لا. استنى بس انا بس عايز اجيب لكم المساله بتاعه هذه مسألة 2 سي اهي الأخ اللي كان بيسأل بتاعت الفك المايل. تمام ده أنا ما شفتها. احنا لو فاكرين المسألة دي كان بيقول إيه؟ قال لك احنا ثبتنا شغلة تمام؟ بين عند بوز الفكين بتوع آدم اللي طوله إيه؟ 50 مللي لو فاكرين المسألة تمام؟ طيب
قال لك الرايه دي اتاخدت 9.95 اتاخدت والفك المتحرك فيه عيب ان هو مايل بزاويه 3.7 مينت نتيجه اكسسيف فورس عليه. طيب شايف الرسمه اللي قدامك دي؟ ايوه ايوه. العين الراسيين لمين وشمال دولت دول فكين الادمه في الوضع السليم، اللي على الشمال ده الفك الثابت، اللي على اليمين ده فك المتحرك، وادي الشغله تحت ايه؟ تمام؟ تمام. طيب انت بتيجي تتعامل بفك الادمه، لما تيجي تحرك فك الادمه بتحركه ازاي؟ تبقى ايدك فوق خالص عند بطن المصاره من تحت وبتزق بالابهام، تمام؟ فانت لو في فورس زياده الزيرو في بتاعك اللي هو المفروض مقابل للفك المتحرك هيترحل شويه، هيجي على الشمال كده، تمام؟ وهيبقى الفك اللي هو المنقط ده ده الفك ايه بوضع العيب اللي فيه. طب انت اخذت الميدنج بتاعتك فوق، انت بتاخد الميدنج فوق من الزيرو للزيرو، تمام؟ انت اخذت 39.95 فوق، تمام؟ وبالتالي هي مش زي ما انت شايف بالرسم كده، مش مقابله المسافه ايه بتاعت الشغله تحت. طيب نتيجه ازاحه الزيرو في دهوت، الزيرو في داش في الوضع دهوت اتخلق خطا، وانت عندك ارتفاع الفك اتش اهو معلوم، يبقى نتيجه من الزاويه وارتفاع الفك طلع الخطا. تعالى الصفحه اللي بعديها اهي، ادي الصفحه اللي بعديها اهو، ادي الايرور اهو، وادي الاتش، وادي 0.7 متر، يبقى اقدر اطلع تان الزاويه تساوي ايه الخطا على اتش. طبعا ناخد بالك الزاويه دي بالمنت اقسمها على 60 اطلع الخطا. يبقى نرجع بقى ليه الرسمه اللي فوق، يبقى انت عشان تطلع القيمه الصح زي ما انت شايف الطول اللي تحت بتاع الشغل لازم مقابل ايه المسافه فوق من زيرو اس لزيرو في للقطع السليم، يبقى عباره عن الام اديها لك زائد ايه؟ زائد الخطا. طبعا قلنا لو انت عندك ادمه فيها عيب زي ده وعندك عينات طويله قوي، كل ما كانت العينات دي تزنوها في بطن المسطره كل ما كان احسن، قلل الخطا ده بقدر الامكان. مفهوم؟ تمام يا دكتور. ايه تاني؟ دكتور ها معلش يا دكتور، حضرتك قلت في الاثبات اللي هو في الكون لما كنت بجيب الزاويه بتاع الكون كان في اللي هو ام 1 ناقص ام 2 على 2 اتش، انا برضو لسه مش فاهم الاثنين دي جت منين يا ابني. ما جايه من ما ده نص الكون يا ابني، نص الكون. لو انت بتتعامل مع فيديوس ما بتتعاملش مع جامته كله، اصل هو في القانون حضرتك قلت التاني سيتا اكس على واي او واي على اكس، لما جيت حطيت الاكس هجيب المحاضره المحاضره استنى خليك معايا. تمام تمام هجيب المحاضره. لا دي بتاعت الماي كونتر ثواني. بص يا ابني خليك معايا تاني. ايوه يا دكتور حضرتك. ادي النظريه اهي المبنى عليها زاويه المخروط، انت لو قطعت المخروط في اي تو ليفل هتطلع خطين دي واحد دي اثنين فرق بينهم اتش. طب نص زاويه المخروط لو انت خدت من هنا كده من هنا كده مطرح ما انا واقف خدت خط راس ماشي تمام، يبقى عباره عن ايه؟ دي على اثنين، دي اثنين على اثنين ناقص دي واحد على اثنين على اتش لو نص زاويه المخروط. يبقى هنا ما اجي بقى الاثبات هنا اكس على واي، الاكس ده عباره عن ايه؟ ام 2 على 2 ناقص ام 1 على 2. اه تمام تمام. انت فهمت؟ يبقى الاثنين اللي تحت دي في المعادله دي نص جاي من نص قطر مش 2 اتش مش ضعف الاتش. فهمت؟ تمام. بس. فهمت حضرتك. ايه تاني؟ طب دكتور معلش، هو ممكن احنا حضرتك تبعت لنا الفاينل انسر بتاع كل سيلف شيت؟ لا بص انا هبعت لكم فاينل انسر لما اخلص المنهج. احنا كده مش ممكن ما نتابعش. لا انت ماشي، بص انتوا ماشي بكم اللي احنا حليناه دلوقتي يخليكم تمشوا تمام. انا احنا كل فاضل لنا عشان تبقوا عارفين، انا في محاضره النهارده هبعتها لكم عن شابت اسمه فيتس وتولرنس، بس شابت يعني عايز فهم كويس، عشان كده هديكم فيه اسبوعين، يعني هنتقابل في الاسبوع اللي هو في يوم الثلاث اللي هو بعد اسبوعين من النهارده، بس هنشوف طبعا مواعيد في رمضان هتبقى عامله ازاي. هيخلص الشابتر دهوت هيبقى فرد شابتر صغير خالص اللي هو بنسميه جيومتريك ايرور، ان انت ازاي تختبر العيوب الهندسيه وهنطبقه بس على الستريتنس تمام؟
ودوبع كده خلصنا. انا هخلصكم ان شاء الله في اول اسبوع في الشهر 5 تمام، او مخلص المنهج. احنا بعد الاسبوع في الشهر 5 دهوت انا هديكم، هبعت لكم مش زي حلول الشيت بالتفصيل، هديكم الارقام النهائيه تمام. انما استنى اما التو شابتر دول يخلصوا. تمام ان شاء الله. ماشي خلاص تمام. في اي اسئله؟ لا تمام كده. طب احنا انا هبعت لكم النهارده الشابتر دي بتاع فيتس والترانس تمام، وفي شويه رسومات معاه، وفي شويه ويب سايت كده على اليوتيوب تشوفوها تمام. تمام. وعايزين بقى نتفق على ميعاد، هيبقى ان شاء الله يوم الثلاث بس بعد اسبوعين من النهارده، يعني الاسبوع الجاي هريحكم، بس من هنا بقى لغايه لما اشوفكم تقروا الشابتر ده كويس قوي، وعمل لكم مثال محلول من الشيت عليه. حاضر. فهستنى بقى منك يا حافظ تقول لي بالظبط ايه الميعاد اللي يناسبكم بقى في رمضان. طبعا مش عارف انا بعد هيناسبكم ولا متاخر عليكم. حبالك حضرتك ان شاء الله. خلاص تمام ان شاء الله. تمام ماشي. معلش يا دكتور ايه تاني؟ ممكن درجات الاسايمنت الاولاني عشان بس انهم عارفين انهم ماشيين صح ولا لا؟ انت لغايه الاسايمنت الاولاني الكل تقريبا حله، ما فيهاش اي مشكله. طبعا التقييم ما فيهاش مشكله، وطبعا الاسايمنت الجديد ده اللي هبص فيه بالتفصيل يعني، ما تقلقش من ده. يعني الاسايمنت اللي فات الاولاني بتاع المسائل اللي انا بعتها لكم، والاسايمنت الثاني هو كان التقييم الليت، تقريبا الناس كلها واخده النمره النهائيه فيها. تمام الحمد لله. الاسايمنت اللي هو اللي اتبعت النهارده الساعه 12 وربع دهوت تمام، او الساعه 12 اسف، ده اللي انا هبص فيه واحد واحد. ان في ناس انا بصيت عامله خطوط عمل غريبه جدا يعني. وفي ناس طبعا سلمت، في ناس سلمت ليت وتوصل لهم المعلومه دي يا حافظ، ان انا اللي سلم ليت مش هبص فيه. طب تمام. طب بس معلش بس انا هديكم مساله اسبوع بحاله، والناس تيجي على اخر لحظه تجيبها لي ليت. ما فيهاش اي حاجه، مساله كان ممكن يوميها. طب يا دكتور لو سمحت. انا بس الرسمه بتاعتي شكلها مش يعني مش 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 مظبوطه قوي يعني. هو زي ما حضرتك كنت عاملها، بس هي شكلها الرسمه مش مرسومه نظيفه يعني من الاخر. فيعني هشوف هشوف الكلام ده. انا بس عايز اطمنكم مفيش حد يقلق من اعمال السنه خالص، بس انا عشان تبقوا عارفين ان شاء الله كده محتاج ان انا اعمل معاكم بعد ما اخلص اول في اول اسبوع في مايو. عايزين نعمل، هيبقى ده هيبقى امتحان اونلاين تمام دكتور لو سمحت، بالتايم ساعتين كده، من الساعه كذا يخلص الساعه كذا، وهبعت لكم بشرط ايه في خلال الساعتين الكل يعني. انا هبقى مد وقت براح كده عشان بس ايه نزوف لو في مشكله في النت او اي حاجه مع اي حد، يبقى معاه وقت ايه يقدر يبعت، مفيش مشكله، بس هيتقفل بالظبط بعد ساعتين. فده عايزين نتفق عليها بس بعد ما اخلص ايه الكورس كله. يبقى على برضه واحد ولا برضه اثنين؟ نعم. يبقى انا ده يكون امتحان على الجزئين من الماده؟ لا، هيبقى مثلا هيبقى مساله على ماشيني ومساله على ميثولوجي. واحده انا واحده انا. دكتور مجدي بس بس يعني اي حاجه في دكتور مجدي لو سمحت. دكتور في سؤال مبعوت لحضرتك على الشات، في حد بعته بس عشان السماعه عنده مش شغاله. بيقول ايه؟ هو انا مش عارف، هو مبعوت لحضرتك على الشات وبيقول لي مبعوت لحضرتك على الشات. هتلاقي حضرتك في البرايفت يا دكتور. ده بيظهر لي فين ده يا حافظ؟ لو حضرتك فتحت الشات هتلاقي رساله مبعوته لحضرتك. يعني حاول تفتح الشات كده هتلاقي رساله. بس حضرتك لو فتحت السكرين احنا كده هنشوفه. واللي بعت الرساله يبعتها لحافظ، وحافظ هيقولها للدكتور. خلاص خلي حافظ يبعتها لي. تمام، انا هخليه هو لو سمعنا بس يحاول يبعت لنا، يبعتها ليا او يبعتها خليه يبعتها لك يا حافظ، يبعتها لنا. خلاص تمام ان شاء الله دكتور. ماشي، في اي اسئله تاني؟ لا كده تمام. الاسبوع الجاي انتوا براءه خلاص تمام، بس النهارده هيجي لكم.
اخر مرة هبعت لكم المحاضرة الجديدة بتاع فيزيكس التولرانس وفيها شوية حاجات موافقات معاها صور كده هو وافلام على اليوتيوب وكلام من ده، وهديكم لغاية يوم الثلاث اللي هتقابل فيه اللي هو موافق هيبقى كام 28 ابريل ان شاء الله هنتقابل، بس قبلها حافظ تقول لي الساعة كام. تمام ان شاء الله، انا خلال يومين دول هقول لك حضرتك ان شاء الله. خلاص ماشي، في اي اسئله تانية بنسيبكم؟ بس يا دكتور لو سمحت حاول تفكر موضوع انك ترفع علينا المسائل بالحلول دي عشان هتفرق معنا جدا في المذاكره، لان فعلا يعني حاجات الاونلاين وكده ما بتعملش وقت، يعني ما بتبقاش عمليه قوي بصراحه زي القعده مع حضرتك او السكشن في الكليه، فالحلول لما تترفع هتسهل علينا كتير بصراحه. دكتور حاول تفكر في الموضوع. خلاص ماشي ماشي، شكرا يا دكتور. ان شاء الله شكرا لحضرتك. سلام.